مشكلة انقطاع الكهرباء في الصيف الماضي قد نعاني منها لغاية 2018. لازم نعرف أننا في أزمة لها أسباب كتيرة. من أهم الأسباب دي تداعي محطات توليد الكهرباء ونقص المواد البترولية اللي بتشغل هذه المحطات، وطبعا ما ننساش عمليات التخريب اللي طالت الكتير من المحطات. رغم أن الأزمة تعاقبت عليها حكومات وأنظمة ووعد كل منها بالحل ولوح بالأمال، إلا أنه على أرض الواقع ظلت الأسر المصرية تعاني من انقطاعات كهرباء. حكومة المهندس إبراهيم محلب متمثلة في وزارة الكهرباء لوحت بالطاقة البديلة كطوق نجاة ينقذ المصريين من الظلام. فحل المشكلة يتطلب استيراد كميات كبيرة من الوقود بالعملة الصعبة. إذن أمامنا مجموعة من الحلول بتطرحها الجهات السيادية المسؤولة لحل هذه المشكلة: طاقة شمسية، طاقة نووية، غاز، محروقات، طاقة رياح، غاز طبيعي وحاجات تانية. الحقيقة أنه وزارة الكهرباء تعقد خطتها الآمال على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات لغاية 2017، كما تستهدف خطة الوزارة كمان تشجيع المستهلكين على استخدام الطاقات المتجددة على أسطح منازلهم. طبعا هيقولوا لي إزاي؟ ده اللي هنعرفه. وتمويل المستهلك وتحويله إلى منتج للطاقة الكهربية لتأمين الطاقة لمنزله وتبادل الفائض منها وتوزيعه على الشبكة، ده بيحقق عائد اقتصادي لهم. وكمان من ضمن خطط وزارة الكهرباء تشجيع البنوك المصرية على إيجاد آليات لتقديم قروض ميسرة لتمويل هذه المشروعات. عايزين في الساعة دي نحاول نفهم إيه أنسب وأقصر وأيسر السبل لحل المشكلة من خلال المختصين، وده طبعا اللي وصلنا استفساراتكم بشأنه. طبعا حضراتكم عايزين تفهموا الأول علشان تبنوا قراركم وتعليقاتكم وآرائكم صح. وهل أي قرار سيادي وإداري بيكون وراه قاعدة علمية بتغذيه؟ خليكم معانا ونفكركم بالأسئلة. هل ترى أنه الاعتماد على الطاقة المتجددة هو الحل الوحيد لأزمة الكهرباء؟ هل ترى أن الحكومة جادة في الاهتمام بمشروعات الطاقة المتجددة كحل لأزمة الكهرباء ولا لا؟ فاصل وهنرجع لحضراتكم مع تفاصيل، انتظرونا. فورا معانا مداخلة تليفونية من الأستاذ حافظ سلماوي رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك. تحياتي لحضرتك. أهلا يا فندم، أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أستاذ حافظ، هل بدأت الوزارة، بعد إذن حضرتك ممكن توطي جهاز التلفزيون؟ حاضر يا فندم. صوتي واصل لحضرتك؟ اتفضلي. واصل. طيب، هل بدأت الوزارة في اتخاذ خطوات في تشجيع انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة؟ ايه الخطوات اللي بدأت تتخذها الوزارة؟ طبعا اتخذت، ده مش الوزارة، ده مجلس الوزراء حتى اصدر مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء خطتها التفصيلية كمان. طبعا، يعني هي ده بناء على مقترح مقدم من وزارة الكهرباء. اصدرت ما يسمى تعريفة التغذية الكهربائية، وهي تعريفة بتبقى معلنة مسبقا للمشروعات اللي عايزة تنفذ مشروعات طاقة متجددة، تشمل جميع أحجام المشروعات بدءا من المشروعات الصغيرة
انتهاء بحتى المشروعات حتى قدرة 50 ميجا وات. عفوا ده قطاع خاص؟ ده قطاع خاص يعني؟ قطاع خاص يعني هتبدأوا بالاستعانة بشركات القطاع الخاص. تمام. اي حد مش محددة بالملكية يعني. اي حد عايز ينشئ لو شركة قطاع عام عايزة تنشئ اعلى الشركة او بجوار الشركة محطة لانتاج كهرباء من الطاقة الشمسية ممكن محطة خاصة. هي الفكرة انها آلية منتشرة عالميا، هي بيعلن سعر مسبق تلتزم به شبكة الكهرباء انها بتشتري الكهرباء المنتجة من المحطات الشمسية او طاقة الرياح بهذا السعر لمدة محددة بتبلغ في الطاقة الشمسية 25 سنة اللي هي من الخلايا الشمسية و20 سنة في محطات الرياح. وبالتالي هي آلية سهلة وبسيطة، أي مشروع بيخش على الخط زي ما بيقولوا وبيتعاقد على بيع الكهرباء المنتجة بهذا السعر المعلن اللي هو بيختلف على حسب حجم المشروع. تمام، يعني بعد كده بيتم بيع الكهرباء دي أو الطاقة الكهربية إلى حضراتكم، وحضراتكم تبتدوا توزعوها على المواطنين بأسعار معقولة، يعني الخطة إيه بالتحديد؟ الخطة هو طبعا ان حضرتك كل الكهرباء اللي بتتباع من المصادر كلها الشبكة بتشتريها، بعد كده بيعاد بيع هذه الكهرباء بأسعارها للمشتركين، انما هتشكل نسب بسيطة. تمام. يعني متوقع مثلا انك تصل النسبة الى 1 أو 1.5% في الفترة الاولانية، وبالتالي هيبقى عند حضرتك 98% من ما تسددينه في فاتورة الكهرباء بسعر الفاتورة، والواحد ونص في المية من الطاقة المتجددة وهكذا. يعني أنا بقول نسب يعني تقريبية، أنا ما بقولش النسب اللي بتصدر، لأن هذه النسب هتتحدد بناء على ما يتم شراءه فعلا من هذه الطاقات وبالتالي إعادة بيعه، لأن مش ممكن يتم بيع كهرباء لم تنتج من مصدر متجدد على أنها متجددة. فبالتالي هذه النسب ستحدد بصورة سنويا طبقا لما هو متاح من الانتاج من الطاقة المتجددة. طب هل هناك استثمارات من القطاع الخاص بدأ ضخها بالفعل؟ لا طبعا حاليا لسه، يعني لان لسه النظام ده معلن من حوالي اكثر يعني يمكن اسبوعين او اكثر، وبالتالي الاجراءات التنفيذية لتنفيذ هذه المشاريع تم فعلا اعدادها وموجودة على الموقع الالكتروني للجهاز ولشركات الكهرباء بالنسبة للمشروعات الصغيرة، وشركة النقل بالنسبة للمشروعات اللي هي الكبيرة يعني اللي هي أقل من 500 كيلو وات هتلاقي البيانات على شركة التوزيع، والأكثر على شركة موقع شركة النقل وموقع الجهاز طبعا. وبالتالي هذه الإجراءات بتقول إيه الإجراءات التي تتم، هيتعمل اجتماعات ل شرح هذه الإجراءات للشركات الأكبر شوية، لما الصغيرين بيتصلوا مباشرة بشركات التوزيع، وإذا كان في أي استيضاحات في كل شركة من شركات التوزيع إدارة متخصصة للطاقة المتجددة للإجابة على الاستفسارات. ومن ضمن ما هو منشور الاتصال بهذه الإدارات، تليفونات ووسائل الاتصال بها إذا وجود أي استفسارات. وبالتالي متوقع خلال الفترة القادمة أن تدريجيا هيبدأ يعني المشروعات أن هي تبدأ في أن هي تتقدم وتعمل. طيب دلوقتي يعني لو اتكلمنا عن البحوث العلمية اللي هي بتعتبر القاعدة الأساسية اللي بيبنى عليها أي قرار سيادي من قبل حضراتكم من قبل مجلس الوزراء، هل في تنسيق أو يعني هل في قصور من المعنيين بالبحوث العلمية في هذا الشأن؟ يعني أنتوا بنيتوا هذه الخطط على رجال الطاقة المهتمين بالبحوث، هم اللي قالوا يعني هو دي تدخل ضمن نطاق خططكم، ولا حضراتكم لوحدكم في اتخاذ القرارات؟ لا لا طبعا، هذا القرار مبني في هناك دراسة بتتم أو في دراسة محددة بتتم خاصة باستراتيجية الطاقة لمصر لسنة 2035، يعني سنة 35 يعني احنا خلاص دلوقتي بقينا سنة 15 يعني لعشرين سنة قدام. وهذه الاستراتيجية بتشوف ما هي إمكانيات الموارد المختلفة
لمصادر الطاقة اللي موجودة لمصر للإيفاء بطلب مصر من الطاقة، سواء الموارد المحلية أو الموارد الأخرى. طبعا الطاقة المتجددة بتمثل أحد الموارد المحلية، لأنه مورد متاح محلي، بالإضافة أن له مميزات أخرى كثيرة، أبسطها أن السعر بتاعه من النهاردة أقدر أقول لحضرتك 20 سنة قدام ممكن السعر يكون كام، لأن التكلفة هي تكلفة استثمارية وليس مرتبط بعنصر متغير زي سعر الوقود في الطاقات التقليدية. فبناء على هذا بيتم الوصول إلى ما يسمونه الأفضل خلطة للطاقة من مصر علشان تحقق عدة أهداف. واحد منها أنها بتحقق تأمين التغذية الكهربائية أو الطاقة عموما لمصر، أن يبقى عند تحت إيدي موارد تكفي لاستهلاكي. الحاجة الثانية أنها تحقق أفضل الأسعار للمستهلكين، بالإضافة لأهداف أخرى تانية طبعا مهمة، وهي أن يكون نشاط الطاقة ليس له تأثير كبير على البيئة أو في حد الأدنى. فبالتالي هذه دراسات بتتم. طبعا مراكز البحوث في مصر والجهات بتبقى جزء من هذه الدراسات، كما أن تطور الأسعار هذه التكنولوجيا في الحقيقة ثلاث عناصر ممكن أن تخفض تكلفة الطاقة المتجددة. أهم هذه العناصر طبعا البحوث العلمية التي يترتب عليها تخفيض في تكلفة هذه المعدات. الجزء الثاني طبعا حجم السوق، كلما ما زاد حجم السوق كلما أدى ذلك لانخفاض السعر. الجزء الثالث وله أيضا دور في البحوث العلمية، وهو زيادة المكون المحلي، سواء في تصميم، في تركيب، في تصنيع المعدات، اللي هو في الخدمات المكون المحلي اللي هو ايه، عشان الناس تبقى يعني الموضوع اكثر وضوح بالنسبه لها. زياده المكون المحلي اللي هو ايه؟ ايوه المكون المحلي بنقصد بيه سواء دور المكون المحلي في تمويل هذه المشروعات، لان اعتمد على موارد تمويل محليه. دور المكون المحلي هو تصنيع المعدات اللي بتخش في هذه المشروعات، المكون المحلي هو تصميم هذه المشروعات، تنفيذها وتركيبها وتشغيلها، وفي النهاية أيضا تشغيلها وصيانتها. دي كلها عبارة عن أنشطة مرتبطة بهذا، عشان يبقى عندنا بس تصور أن نشاط الطاقة المتجددة في ألمانيا بيعمل فيه 500,000 شخص، يعني ده أيضا له دور في العمالة. فأنا أعتقد أن هذا النشاط ليس فقط مرتبط بالطاقة، ولكنه أيضا له ميزات أخرى إضافية خاصة بزيادة فرص العمل، خاصة بتطوير البحوث الخاصة بهذا الموضوع، خاصة بتيسير التمويل كفرص استثمارية. تمام، أنا بشكرك جدا الأستاذ حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك. وإحنا مكملين لسه مع حضراتكم، لكن قبل ما نرجع هنشوف رأي الناس قالت إيه حول مدى استخدام الطاقة البديلة لحل أزمة انقطاع الكهرباء اللي مصر كلها بتعاني منه. حاليا في مصر احنا بقينا محتاجين لبدائل كتيره زي الطاقه الشمسيه والكلام ده كله، حتى نخفف الضغط على الكهرباء وميزانيه الدوله وسحب الكهرباء العالي اللي احنا بقينا بنستخدمه خلال الفتره الاخيره اللي احنا بقينا فيها دي. من ضمن الحلول المهمه قوي ان احنا نستفيد بكل حاجه، بره بيستفيدوا بحاجات كتير احنا هنا بنهملها. احنا مصريين بالفعل يعني عملنا حضرات كتير، حرام نرمي دي الطاقات اللي عندنا دي وما نستثمرهاش. احنا لو عندنا علم كويس هنبقى عندنا كل حاجه كويسه. الطاقه المتجدده دي هي الحل اللي قدامنا، يعني خلاص بقى موضوع الفحم وموضوع ان احنا نستعمل البنزين والكلام ده، خلاص الحاجات دي هتخلص. تمام، المفروض العالم كله باص للموضوع ده. الطاقه الشمسيه يعني حل حلو واغلبيه دول العالم شغال عليه. انا شايف ان الحكومه مهتمه بموضوع الطاقات المتجدده، بس ده برضو محتاج اراده منا كلنا، يعني من الشعب كله برضو، ان هو يبقى عنده استعداد ان هو يضحي شويه، او في الاول ممكن ندفع زياده شويه عشان الطاقه المتجدده. انا تصوري او اللي اسمعه ان هي مكلفه شويه. هي الطاقه الشمسيه انا عارف ان هي مكلفه، لكن هي هتكلف اعباء كتير على الدوله، والدوله دلوقتي مش محتاجه انها تعملها دلوقتي في الوقت الحالي. احنا نحاول نخلص المشاريع اللي ورانا، اللي هو الرئيس بيقول عليها، اللي هي المشروع قناه السويس طبعا في اولى الامور اول الامر، وبعدين مشروع الطاقه النوويه ممكن يشتغل بعد كده، او الاراضي الزراعيه، على اساس ان الناس تلاقي لقمه العيش الاول والاكل، وبعد كده يفكروا في الطاقه الشمسيه. مصر يعني فيها طاقه شمسيه ممكن نستغلها يعني حلو عن جوه او بلاد تانية. يعني في مصر الشمس جايه كل السنه.
يعني هو الناس مستعدة تقدم أي تضحيات ومستعدة لأي شيء علشان الأمور تمشي وتتحل والأزمات تتحل. في طبعا اللي بيقول احنا لا محتاجين الأول يبقى في أولويات قبل ما نتكلم عن الطاقة البديلة، أولويات اقتصادية بالنسبة لنا. وفي ناس بتقول لا احنا ممكن نستعمل أو نستخدم الطاقة الشمسية. وطبعا برضو كمان الناس محتاجة تفهم أكتر ومحتاجة تعرف تفاصيل استخدام الطاقة البديلة والمتجددة أكتر، قلت علشان تقدر تبني قرارها الصحيح، أي نوع من أنواع الطاقة مناسب وعلى المدى القريب جدا وبأقل تكلفة، وهل في آليات أصلا للتنفيذ ولا مجرد تلويح وآمال في النهاية مش هتكون طوق النجاة اللي احنا منتظرينه. على العموم كل ده هنحاول ان احنا نقدمه لحضراتكم في الوقت المتبقي من البرنامج، تابعونا بعد الفاصل. حسب ما ذكر الأستاذ خالد سلموي رئيس جهاز تنظيم الكهرباء أنه هم في إطار تشجيع مشاركة فعالة للقطاع الخاص، أعلنت الحكومة عن وضع سياسات ثابتة وشفافة زي وضع كمان آليات لتخصيص أراضي لازمة لمشروعات الطاقة المتجددة، وده طبعا بموافقة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الانتهاء من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وتسعير شراء الدولة لها من القطاع الخاص وإعادة بيعه وتوزيعه مرة تانية على المستهلكين، ده إلى جانب وضع قواعد تنظيمية وتقديم طبعا حوافز تجذب الاستثمار لتشجيع استخدامات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال. طبعا لازم نبقى عارفين أنه رجال الطاقة ورجال البحث العلمي لديهم البحوث المركزية ولديهم أيضا قواهم الفكرية اللي ممكن من خلال بحوثهم دي ومن خلال عقولهم دي يقوموا بإنتاج برامج، هذه البرامج تقدم الطاقة البديلة بأقل التكلفة ممكنة، ويكون كمان عندهم آليات للتنفيذ بشكل سريع، وده المفروض القاعدة اللي بيقوم عليها أي قرار سيادي من قبل مجلس الوزراء أو من قبل وزارة الكهرباء. معنا المهندس ماجد محمود كبير الخبراء بالمركز الإقليمي للطاقة الجديدة وكفاءة الطاقة، تحياتي لحضرتك. طبعا يعني من خلال البحوث اللي بتقوموا بيها حول هذا الموضوع الملح والهام جدا لحل أزمة الكهرباء في مصر، إيه اللي شايفه حضرتك أقصر الطرق على المدى القريب جدا يمكن استخدامه وبتكلفة معقولة لحل هذه الأزمة؟ والله مصر قدامها فرص متعددة الحقيقة، ويمكن حضرتك شرحتي من شويه يعني التوجهات الدوله تطرحها، وعلى لسان الدكتور حافظ سلماوي عدد من الاجراءات. شايف التوجه مساراته اهمها حاليا الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح. ولما بنتكلم عن الطاقه الشمسيه فبنتكلم كاولويه سريعه استخدام الخلايا الفوتوفولتيه او الكهروضوئيه لتحويل الطاقه الشمسيه للكهرباء مباشره. تمام. وعلى نطاق يعني ابطا منه يعني قليلا ان احنا نستخدم تكنولوجيا زي المركزات الشمسيه لتوليد الحراره اللي برضه بتنتج كهرباء في النهايه لاغراض مختلفه، زائد مجموعه من التطبيقات اللي مهمه اللي سبقتنا ليها يعني دول مجاوره كثيره زي استخدام السخانات الشمسيه لتسخين الميه، وبنشوف دول المجاوره وصلت لنسب اكثر من 90% باستخدام السخانات الشمسيه محل سخانات الغاز والكهرباء، وفي بعض منها جرم كمان استخدام سخانات الكهرباء
طيب. والغاز في تسخين المياه. انا عايز اتوقف مع حضرتك عند موضوع الطاقه الشمسيه تحديدا. ايه المدى اللي يمكن يعني بناء محطه طاقه شمسيه فيه؟ هل فعلا من 3 الى 4 شهور؟ هل هو مدى قريب ولا مدى بعيد؟ من اسرع التكنولوجيات للانشاء حاليا في العالم من تكنولوجيات توليد الكهرباء هي محطات الخلايا الفوتوفولتائيه. طيب. والمدى بتاعها سريع بس يتوقف على قدره المحطه، ولكن فيها ميزه خطيره جدا بنسميها هي او طيبه جدا الحقيقه. هي اللي بيطلق عليها الموديولاريتي اللي هي الستاندرد، يعني ان حضرتك تقدري المشروع بيتكون من الواح او خلايا ضوئيه او فوتوفولتائيه او كهرباء ضوئيه زائد مجموعه من المكونات الالكترونيه زائد ستيل ستراكشر بنيه هيكليه وغيره. دي نمطيه، فبمعنى انك ممكن يتقسم المشروع لمراحل وتخش اجزاء منه سريعا جدا الخدمه والمواطن يحس بالناتج، يعني والمواطن يحس بالناتج على الاقل. اذا كنا بنتكلم عن انظمه مربوطه بالشبكه ما فيهاش تخزين، لان احنا عارفين الشمس بالنهار بس مثلا، ودي حاجه مهمه على الاقل. يعني هي اشعه الشمس بتضعف طبعا، مش طول الوقت موجوده بنفس القوه، فده يعني مش هيبقى معوق او هيبقى يعني هيبقى موضوع هيصعب الموضوع، ولا عادي هتقدروا تتعاملوا يعني؟ انا عايز اقول لحضرتك ان احنا مصر بتعاني من تحديات في توفير موارد كافيه من مصادر الطاقه وعلى خاصه البترول والغاز الطبيعي، وهي بتمثل حوالي 95% من اجمالي احتياجات مصر للطاقه. ولكن احنا واي وفر بيتحقق سواء خلال النهار بتكنولوجيات الطاقه المتجدده الطاقه الشمسيه او حتى خلال فترات اخرى ومنها الليل زي محطات الرياح، وفرة الوقود ده ميزه اضافيه للبلد، لانه بيغنينا عن استيراد وقود بتكلفه اغلى كتير من اللي بنستخرجها لو هو موجود في ارضنا. تمام. فيعني اذا كان حتى الهدف هو وفر الوقود فقط فبها ونعم، لان يعني وفر الوقود بالنسبه لنا حاجه مهمه، واحنا كلنا عارفين ازمات الوقود اللي بتعاني منها. طب التكلفه بقى، التكلفه ايه؟ التكلفه الطاقات المتجدده، طاقه الرياح تحديدا والخلايا الشمسيه من اكثر التكنولوجيات اللي حاليا تقارب لم تفوق بعض التكنولوجيات التقليديه. وبالتالي ما هي لو حسبنا اسعار الوقود الحقيقيه اللي بنستورد بيها على الاقل ال 20% اللي احنا بنستوردهم، اذا كنا بنتكلم عن 20% استيراد لقطاع الكهرباء في الحدود دي، على الاقل هذا هتلاقي ان الطاقه المتجدده ارخص منه، وبالعكس يعني ليها اولويه. وجنب الطاقه المتجدده انا عايز الفت الانتباه ان مصر ايضا عندها فرص. احنا بنتكلم ان مصر استهلكت امكانياتها من الطاقه المحطات المائيه، يعني المحطات المائيه زي السد العالي مثلا، انما تخيلي ان مصر حاليا فيها امكانيه لعمل مشروع باستخدام تكنولوجيا مطبقه في دول كثيره جدا، امريكا واليابان ودول اوروبيه، ومطبقه في المنطقه عندنا في المغرب وفي الجزائر، اسمها تكنولوجيا الضخ والتخزين. الضخ والتخزين. والتخزين، ضخ المياه وتخزينها. اه. ان احنا بنضخ المياه لمناطق عاليه زي فوق الجبل. طيب. وما دامت التكنولوجيا دي موجوده، ايه مشكله اليات تنفيذها؟ انها اغلى شويه من لو قارناها بالاسعار المتوسطه اللي احنا بنعلنها بالكهرباء، هي اغلى شويه. ولكن لما نقارنها باسعار الذروه وتكلفه انقطاع الكهرباء في اثناء فترات الذروه اللي هي المسائيه، هنلاقيها منافسه جدا. وده اللي خلى دول زي بقول لحضرتك حتى مجاوره زي اخواننا في المغرب بيعملوا محطات وبيها كمان بيدمجوها مع الطاقات المتجدده، بمعنى ان لو بنقول الطاقات المتجدده ممكن يبقى دلوقتي في رياح وبعد شويه ما فيش، ممكن النهارده يوم ما الشمس فيه ساطعه بكره يمكن الشمس اقل شويه، فبقوا بيستغلوا الطاقه المتجدده في ضخ المياه والاستفاده منها وقت ما يحتاجوها. طيب ازاي نعالج ارتفاع التكلفه دي علشان خاطر نوصل لحلول يعني سريعه كده من خلال عقولكم الفكريه وابحاثكم؟ اولا بالنسبه للطاقه الشمسيه فبنقول ان الدوله خدت حوافز ممتازه، وانا يعني واحنا سعداء بالحوافز اللي خدتها الدوله مع بعض التحفيزات البسيطه، انما اهمها انهم خدوا تعريف تغذيه الشبكه او ما يطلق عليه التعريف المميز. الحقيقه الاليه اللي معالي الوزير الكهرباء اعلنها قريب يعني اليه ممتازه. ليه؟ لانها هتسمح ان يكون في عائد على الاستثمار، يعني المستثمر احنا اول حاجه عشان التكلفه ان نسمح للقطاع الخاص انه يخش، لان الدوله لم تستطيع تحمل عبء عنها تستطيع انها، وبالتبعيه لما هنعمل تعريفه مميزه احسن شويه من التقليدي هيبقى فيه تشجيع للاستثمار وهيضمن ان راس ماله هيرجعوا، فهنضمن تغطيه احتياجاتنا بسرعه.
والخطه لو ان شاء الله يتم تحقيقها، بس يعني نرجو ان الاجراءات التنفيذيه تمشي اسرع، ان لو اتحقق من 2000 ميجا وات على المحطات المعلنه وعلى المستوى المتوسط وعلى المستوى المنزلي 300 ميجا وات، ده هيحل جزء من الازمه في يعني في 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 في, في وقت سريع ان شاء الله في خلال سنه سنتين، وده من يعني من الحلول الطيبه. زائد كده لابد بقى من التخطيط ان احنا نخش بالحلول اللي هي هتدينا اريحيه في الطاقه، ونمشي طيب. بتسارع مع خط الربط زي خط الربط السعودي. معايا حضرتك لو ربطنا من السعوديه خط ربط قدرته 3000 ميجا وات، لو مشي ان شاء الله كما هو مقدر ليه، ودي مبادره مهمه الربط الاقليمي، هيخلينا ولا احنا ورا السعوديه هنعاني من مشاكل في انقطاعات الكهرباء بصوره كبيره، لان الدولتين فيهم ذروه احمال مختلفه، فهم ذروتهم نهاريه واحنا ذروتنا مسائيه. فالوقت اللي احنا محتاجين فيه كهرباء هم ممكن يدوها طيب. والوقت اللي هم محتاجين فيه كهرباء. انا بس عايز اسال سؤال اخير، لانه انا جاي لي عليه تعليقات كتيره جدا جاي لنا يعني من خلال صفحه البرنامج على الفيسبوك، بيقولوا انه مشروع الضبعه لماذا لم يخرج الى النور؟ هل يحتاج الى إرادة حقيقية، قرار سيادي؟ يعني إيه مشكلته اللي هو مشروع الطاقة النووية؟ أنا عايز أقول لحضرتك، أنا متخصص في الطاقة المتجددة ولست من أنصار الطاقة النووية. مش من أنصارها أصلا؟ أنا مش من أنصار الطاقة النووية. يعني شايف إنها ممكن إن هي أنا شايف إنها يعني بديل مهم، ولكنها يعني ليست بالضرورة أفضل البدائل. ولكن عايزين نقول حاجه، خلينا نبقى موضوعيين اكتر، يمكن ده بحكم التخصص والحماس للعمل، ولكن على المستوى الاحترافي كافه الدول بتبقي كافه الخيارات مفتوحه وعليها تاخد الحلول اللي بتحقق الكفاءه الاقتصاديه والفنيه والامان الاجتماعي والبيئي. تمام فلابد نجمع هذه العناصر، وانا عشان كده عايز لما نحسب التكاليف نحسب كل التكاليف اجتماعيا وبيئيا والمخاطر ومخاطر التمويل، ونحسب كمان فرص تنميه الصناعه المحليه كيد. وفرص التطور وامكانيه ان المواطن يشارك، واحنا شفنا تجربه مهمه جدا في طيب. قناه السويس ان المواطن البسيط شارك في تمويل هذه القناه، ونقدر نكرر ده كمان في مشروعات اخرى يعني موازيه. طيب بنشكرك شكر جزيل المهندس ماجد محمود كبير الخبراء بالمركز الاقليمي للطاقه الجديده وكفاءه الطاقه. احنا عندنا مجموعه معلومات ممكن ان احنا نقدمها لحضراتكم حول هذا الامر، حول استخدام الطاقه الجديده والمتجدده. النسبه المستهدفه لحصه الطاقه الجديده والمتجدده من اجمالي الطاقه الكهربائيه بمصر بحلول عام 2020 20%، بتكون 20%، و 6 مليارات دولار الاستثمارات المستهدفة لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2020. الطاقة الجديدة أيضا النسبة المستهدفة لمساهمة القطاع الخاص في استثمارات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة 67%، و 30% نسبة المكون المحلي في إنتاج الطاقة من الرياح، وبيستهدف وصولها إلى 70% عام 2020. أما نسبة المكون المحلي في إنتاج الطاقة الشمسية فهو 20%. إذن احنا محتاجين من رجال الطاقة والبحث العلمي، محتاجين برامج، هذه البرامج تكون بآلية تنفيذ على مدى قريب جدا ومبنية على قاعدة علمية واسعة، ويعني على أساسها بيكون القرارات السيادية اللي بتأتي لنا من قبل الحكومة المتمثلة في وزارة الكهرباء لحل سريع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للقضاء على انقطاع الكهرباء وعجز الطاقة الكهربية اللي بتمر به مصر، وإذا ما لقينالوش حل هتفضل تمر به إلى عام 2018 إن شاء الله في المدى القريب جدا، يشعر المواطن بناتج فعلي لهذا الأمر.
موضوع بكره طبعا انا قبل ما اقدم موضوع بكره انا بعتذر عن يعني التعليقات اللي وصلتنا عن طريق الفيسبوك، لكن الحقيقه كلها كانت استفسارات اكتر منها تعليقات، عايزين يفهموا تفاصيل الامر عشان يقدروا يبنوا قرارهم. ده بالاضافه الى مشروع الضبعه اللي هو للطاقه النوويه، الكل بيسال لماذا لم يخرج الى النور وهل يحتاج الى قرار سيادي ام ماذا. وفي ناس بتسال بتقول الفحم هيشغل مصانع الاسمنت ولا لا، في ناس بتقول استخدام غاز الميثان، في ناس بتقول يعني الحقيقه اسئله كتيره، لكن احنا حاولنا عن طريق الخبراء والمعنيين بالامر ان احنا نجاوب على الجزء الاهم منها، وهي انه احنا بنحاوله بيشاركوا القطاع الخاص عن طريق استثمارات ممكن ان هي تحل جزء كبير من المشكله ان شاء الله. بكره موضوعنا هيكون عن ايه؟ عن الشرطه النسائيه، تجربه الشرطه النسائيه اللي بدات في العيد. طبعا كلكم عارفين انه اصبح في شرطه نسائيه في الشارع بدات في العيد من بعد حالات التحرش الكتير اللي بدات مصر بتعاني منها. ما هي المجالات التي يمكن ان تعمل بها الشرطه النسائيه، وهل تتوقع لها النجاح ولا لا؟ هل يتقبل اصلا المجتمع تجربه الشرطه النسائيه ان هي تكون في الشارع ولا لا؟ ويا ترى الشرطه النسائيه دي اساسا مدربه بشكل كافي ان هي تستطيع انها تسيطر على اي حالات تحرش متعلقة بالفتيات وبالسيدات؟ هل تتوقع النجاح للتجربة أصلا ولا لا؟ ده الموضوع المهم جدا اللي هنستنى تعليقات حضراتكم وآراءكم حوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة برأيك بصوتك أو النهار اليوم، وأيضا من خلال التلفونات اللي هتظهر لكم على الهواء مباشرة إذا كان حد يحب يشاركنا ولا لا. طبعا انتهت حلقة النهاردة، بنتمنى نكون قدمنا لحضراتكم فيها الفكرة والمعلومة، وإن شاء الله نجد حلول لقضايانا ومشاكلنا. ومش إحنا بس اللي بنقدم ده برامج كتيرة جدا بتقوم على هذا في النهار اليوم وفي النهار. نراكم غدا إن شاء الله على خير مع تحيات أسرة البرنامج.